we have at least 30 to 40 deliveries. It's increased about twice than before the war. I work in Nursing Hospital for 10 years as obstetrician and gynecologist. Health condition for the mothers is very critical and very difficult for many reasons. There is severe malnutrition to the pregnant mother, and there is deficiency in drugs and supplements. So the newborn is very low birth weight. We can't get a pregnant woman enough care. أنا إسلام الجنوان، ما توقعناش ولا يوم من الأيام توقعنا، إنه مثلاً إنه إحنا نعيش هذه الظروف الصعبة اللي بنعيشها، والله يعني مجذوبة؟ جديد زهرة؟ مش البيبة هي وراسه تحت؟ والله خايف، فوالله بنتمنى انه يضل يعني في بطني ولا يطلع على هالدنيا. اجواء والله نفسي والله. ست عشر ايام تمام، فحولوها من هنا لانه ساعات العمليه لقوا انه الفلات بريشر هاي 150 على 110 وعندنا 180 على 120. ولادات الاولى طبيعيه ما عدا قيصري واحده. قبل هذا بطن هذا. تمام. طيب يا اسلام، احنا الان حندخلك حتبدي تاخذي علاج للضغط ينزل ضغطك، وحتاخذي علاج لانه ما في الضغط ممكن يصير عندهم تشنجات، حتاخذي علاج للتشنجات ويحضروك لقيصري. تمام؟ السيدة اسلام القنوع هاي ام لتسعة اطفال. تمام؟ تم الحمل طبعا من بداية الحرب، أول شهر في الحرب تم الحمل. هاي السيدة تحولت علينا من مستشفى الهلال الأحمر الفلسطيني نتيجة علو شديد في ضغط الدم. منذ وصولها ضغط الدم كان عندها تقريبا 180 على 120 ملليمتر. والأم هاي من زملائنا بينهم في العملية، وإن شاء الله تكون بالسلامة وأمورها كويسة. أنا عادي أدفر الولادة وبلاقوا طاقة أهالي، وقرروا لي هالكيتة يعني إني مثلاً أنا عادي الولادة. وإن شاء الله بنطلع بالسلامة. أنا فقدت أخويا في أثناء الحرب، وحبيت لما يجيني مولود أسمي على اسمه. وإحنا طلعنا من القصف والدمار
لأنه إحنا نعيش في سلام. فلحقنا الإشي يعني إحنا هنا والحمد لله، إن شاء الله المولود يكون فرحة لنا. نعمل لها العملية، فبالتالي ضغطها بينزل بكل سهولة، وبما أنه طبعاً ونفقد الطفل. والحمد لله طبعا زي ما انت شايف وضع الطفل كويس. ما شاء الله نفسه طبيعي، تقلقش. أنا سعيدة جدا الحمد لله والشكر لله. ايش عندها؟ يوم 15/8 مولود البيبي اللابتوب. اجى الدكتور وحكى لي افرجي، والحمد لله صحتي جيده وكويس. اكثر اشياء كانت صعوبه ان انا فقدت زوجي، بقاش معي ولا اولادي ولا حدا يعني اجاني، حيث انا اني عديت على الولاده. اين بطلت طريقك ليشوف اخوته وابوه، ولاول مره من يوم الولد يشوفهم. ما جهوش على المستشفى بالمرضى. يا عبد الهادي انت اجيت في وقت في دمار وفي حروب، حتى السرير ما فيش للولد. وقاعدين في العراء وفي الرمل. الله يتمملك على خير يا رب. أهلا وسهلا محمد. والله كانت فرحة أول شيء لا توصف، بالذات يعني في 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 ظل هالبؤس وهالدمار وهش. إنه إن شاء الله يعني بيشفي شوية من جراحه، وبيشفي شوية من هالمعاناة. أسود أيام الحرب، لما طفل ينحط في خيمة زي هذه أسود وأصعب أيام الناس بتمر فيها، لما طفل بنحط في خيمة زي هذه في الشوب وفي الحرب. حطنا على الأرض في حياية ونطلعنا فوق من كمية كعب. هز فيه.
حلو يا ملك، حلو يا هيا، مبسوطين ابو محبوب. على فجأة ولا فجأة اسمعي هيو سامع، سامع صوت القصف عندنا وبرض يعني ان احنا انتقلنا مش بعيدة عنا 500-400 متر مش بعيدة عنا مش بعيدة عنا شايف شرطنا وهم هيك ابو خبطوا علينا زي هيك شرطنا الله اللي سفر هي راحت على مصر واحنا جينا هاك ولما انا كمان بقوم هنا من الارض بتصعب احس انا كل الغرز بدهم يفرطوا عندي لانه صعب انا اقف من الارض السرير الي مش موفق تعالي يا عسل يلا استنى انا غير تنفتح انا بيجي سامع لا اله الا الله سامع خبط كسر الله يستر هاي يا فندم هذا دور على الطيار طلع الشرشف مش موجود اللي نغطيها في مكان هاي على الرمل نصور الرمل الجميل الرمل ميكو هذول جيراننا ترى ابو رمضان هم لما احنا بنحتاج مي دائما بنجي من عندهم يا اخوي بتبشروا مش تعمل فيهم بنسخن مي عشان نحمم الطفل عبد الهادي قبل ما اخذها ضحكه كلمتين بقينا وربنا بيتولى حطيت البرد عن عمنا كنت سخون سائل بنغسل الطفل بسائل ما فيش اي نوع شامبو نحممه فيه بسائل الجليل ترغيش كان عندنا عادات لما ينولد المولود ونحممه زي هيك كنا نحط في المية مصاري عشان يظل مرزوق ويظل وجهه حلو ويظل حياته سعيدة كنا نشبهات المصاري نرمي في المية مصاري الصغار يتقتلوا مين اللي بده يكب المية عشان ياخذ المصاري اللي فيها اليوم هذا كله فش منه ولا عاد من العادات القديمة قادرين نعملها انا رسالتي بوجهها ان شاء الله الفرج قريب يلا بسم الله السعادة يكون وإن شاء الله خير علينا بسم الله اللهم صل على سيدنا محمد الله يجعلك ورسالتي رغم الحصار إن إحنا مبسوطين يعني جدا بإنسانة مجروحة إنه أنا خش علي طفل جديد وبده يفرح حياتنا لأن يعوض علينا اللي راحوا منا والقصف والخوف اللي تشرد يعني اللي إحنا عايشينه هذه هي رسالتي
Thanks for watching. Stay updated about breaking news and top stories on the NBC News app or follow us on social media.